مرحبا بكل تونسي نوميريك. احنا توا موجودين في مسرح العملية الإرهابية اللي جدت اليوم الصباح وأسفرت عن استشهاد عون حرس. العملية هذه جدت في مفترق الرابط بين أكودة والقنطاوي على مستوى خليج الملائكة. مجهولون أقدموا على طعن أعوان أمن بواسطة سكين. عون تم نقلهم الزوز إلى المستشفى الجامعي سهلول، وواحد من الأعوان استشهد للأسف، واحد وصفت حالته بالخطيرة. حاليا كما قاعدين نسمعوا حسب ما بلغنا أنه رئيس الحكومة وزير الداخلية تحول منذ الساعات الأولى من الصباح للمستشفى سهلول. العملية هذه أسفرت على القضاء على والقبض على رابع هو عنصر مشتبه فيه. تم محاصرتهم بمدرسة بأكودة والقضاء على ثلاثة الإرهابيين. كما قاعدين نشاهدوا وزير الداخلية وصل حاليا إلى مسرح العملية الإرهابية. عفوا وزير الداخلية مازال ما وصلش. وصل وزير الداخلية حسب ما وصلتنا معلومات جامعي سهلول. حاليا يوصل المسرح العملية الإرهابية. Thank you.